بدوره قال سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت إن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية ودعوات تهجير السكان أمر مرفوض. ولفت سمو ولي عهد دولة الكويت إلى أن ما يجري الآن هو نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. إن هذه المأساة الإنسانية هي نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل وشامل ونهائي لهذه القضية، والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة. ودولة الكويت إذ تجدد إدانتها لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات، فإنها تدين في الوقت نفسه قتل المدنيين وتعريضهم للأسر والاعتقال، وتدعو المجتمع الدولي لممارسة دوره في الإيقاف الفوري لكافة العمليات العسكرية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإغاثية لأهالي غزة.